انا بحب دايما اعرف الهاو مش الواي. يعني انتوا النهارده عاملين بروجكت رائع وعندكم رعايه رائعه من الشباب والرياضه، استغليتوا في الموضوع ده بايه يا بنات وانتوا هتتخرجوا قريب وعايزين تبقوا اعلاميات ناجحات ان شاء الله؟ احنا طموحنا في مشروع سايبر جارد ان احنا الموضوع ما يقتصرش، يعني الفكره بتاعتنا ما تقتصرش على مجرد مشروع التخرج ما ينتهي فاحنا كده خلاص خدنا الدرجات ونخلص كده وخلاص. احنا مش هتعملوا ايه عايزين بقى؟ نقتصر على هتعملوا كده. على مين؟ احنا لو جات لنا اي فرصه من اي جهه ان احنا نكمل في المشروع هنعمل كده، لا مش هتجيلكوا فرصه، احنا انتوا لازم احنا هنسعى طبعا، احنا هننزل. ايوه هو ده اللي انا عايزه اوصله، دايما بينا خدنا احنا مش هنستنى فرص، احنا عندنا مخنا الكفايه وقدرتنا الكبيره ان احنا نفضل نخبط على البيبان لغايه ما مشاريعكم اللي انتوا تعبتوا فيهم تبقى موجوده على الارض. دكتور المشروعين دول وزارات وبيعرضوا الشغل بتاعه، يعني السنه اللي فاتت والسنه بعد اللي قبلها التخرج. بعد التخرج انا عايز التخرج المشروع ده يتعمل بعد التخرج. ايوه اصل المشروعين دول تحديدا بالزبط. بيحملوا جواهم الاستمرار، يعني هم قادرين ان هم يبقوا حاجات كبيره تكبر وتدعم لان ده متطلبات السوق. حضرتك ايه النصيحه اللي بتوجهيها ليهم او يعني الريفرنس اللي انت تقول لهم يمشوا عليه؟ والله انا دايما بنصح الطلاب ان هم ما يخافوش من اي حاجه، دايما يحاولوا ويجربوا مره واثنين وثلاثه، مفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها محاولات كتير 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 بتؤدي في الاخر للنجاح. فدايما بنصح الطلبه ان هم حاولوا في التراك ده وروحوا في التراك ده، انزلوا قابلوا ناس في الوزاره، انزلوا كلموا ناس في الاكاديميز بتاعه البرمجه، انزلوا تعاملوا مع احنا بنسميهم عندنا مجموعات المصالح اللي هم مهتمين بالبروجكت نفسه، اتعاملوا مع الاهالي، هم بالفعل بينزلوا ايفنتات كتير جدا. انا عندي سؤال دكتور. اتفضل يا دكتور. اتفضل. انا معجبه جدا بالمجهود بس انا مش هو دايما ان احنا بننصح لكن ما بنديش امثله ناجحه. لا يعني امثله ناجحه. هو ده اللي عايز اسأله، مين من الامثله الناجحه اللي كانت طالبه في الكليه وقدرت ان هي تعمل بروجكت ووصلت البروجكت بتاعها انه بقى مشروع قومي يتاخد بيه ومش بيشتغل بيه دلوقتي؟ هو لسه الخطوه ما اتنفذتش ان هو بقى مشروع قومي، ولكن احنا كنا بنشتغل على مشروع عن الغريمات، والمشروع ده كان تحت اشراف وزاره التضامن. دكتور نيفين القباج خدت المشروع كله كامل وعرضته على سياده الرئيس، وسياده الرئيس اوصى ان كل الاعلانات وكل الشغل اللي في المشروع ده يتعامل على ارض الواقع، والمشروع ده اتقدم للهيئه الوطنيه للاعلام، وحاليا بصدد ان احنا يعني نعمل اجتماعات علشان نشوف هيتم تنفيذ الاعلانات اللي جوه المشروع ازاي والطلبه هيشتغلوا في المشروع ازاي. مشروع طيب. واحد فقط ده من يعني ده نموذج، انا بتكلم على المشاريع نموذج اللي كانت تحت اشراف. مشكله كبيره في فموضوع الغريمات بالظبط كده، كانت طبعا احنا عندنا مبادره بتاعت سياده الرئيس طبعا. فهم حبوا ان هم يشاركوا في المبادرات الخاصه بالدوله، كل مشاريعنا السنه دي بتتكلم عن المبادرات اللي الدوله بتتبناها. حلو. زي برضو المبادره بتاعت اشبال مصر الرقميه اللي احنا شغالين برضو تحت مظلتها، وعشان كده فكرنا في موضوع البرمجه. ففي حاجات كتير جدا، يعني في حاجات عن المراه، بالنسبه مثلا للمراه عندنا مشروع بيتكلم عن سرطان عنق الرحم، معانا جمعيه روتري بتدعم الموضوع نفسه، وبنبدا الطلبه بيشتغلوا مع الجمعيه، بينزلوا ايفنتس كتير جدا، بيعملوا ندوات وبيعملوا شغل كتير في اطار المشروع نفسه او في اطار الحاجات اللي هم اتعلموها، وخلاص هم اوريدي بياخدوا خطوات. طيب احنا طبعا بنحيي كل الناس اللي كانت معاكم في الفريق واللي كانت معاكم في الفريق واللي ما كانش ينفع ان انتوا كلكم تكونوا موجودين، لكن بنحييهم كلهم على مجهودكم الكبير ومشاريعكم، مشروعين رائعين ومهمين. في جمله قصيره او في كلمه قصيره لكل واحده من البنات الجميلات دول، امنيتك ايه؟ انا نفسي ان مشروعنا يسيب بصمته، وان احنا فعلا نشوف حلمنا بيتحقق، وان اطفالنا بقوا فعلا هم اساس الحمله واساس رحلتنا كلها. يعني ده الحلم الشخصي؟ ايوه النجاح. انا الحلم بالنسبه لي، هو حاجه في المشروع وحاجه لا في حاجه بيرسونال. يعني ايه بيرسونال؟ احب انا اعرف. طيب الطموح بالنسبه لي بيرسونال ان انا فعلا عايزه ادوس في مجال الامن السيبراني لانه مجال كبير قوي قوي، وكمان هو في كام جولز كده عندي، ان انا كمان حابه ان انا اكمل اكاديميك يعني ماسترز في الجامعه وكده وفي نفس الوقت بالظبط، وفي نفس الوقت بحب قوي التصوير والبرودكشن والاخراج والاعلانات وكده، فحابه ان انا ادوس في ده كمان. ان شاء الله. برافو. ده حاجه حلوه. هدفي دلوقتي بصراحه ان المشروع ياخد مركز، يعني احنا فعلا كتيم. طب ده كشغل، انت كحياه اعلاميه بقى هتبقي خريج كليه اعلام؟ نكمل في المشروع برضه.
يعني المشروع بالنسبه لي ان هو يبقى المشروع فقط. مش مشروع تخرج، لا مشروع، لا مشروع ان احنا نفعل نكمل فيها، ان الفكره احنا عاملينها بكل حب، احنا تعبنا فيها جدا، وان احنا نزلنا ودورنا كتير عشان فعلا نجيب معلومات مهمه جدا بصراحه. ايضا يا بنات شغلكم حلو جدا، بنشكر كمان دكتور جماعة على متابعتك ليهم وتشجيعك للبنات دي، وكتير من البنات طبعا طلعوا من تحت ايديك حياتنا لحضراتكم. شكرا جدا، بنحييكم وبندعمكم، ولكل مشاهدي الستات على النهار دمتم بخير، ويكمل يومكم في احلى خير، ونشوفكم على خير ان شاء الله. بشكركم، ومرة تانية لكل أصدقائنا اللي بيتخرجوا وبمفروض عليهم مشروعات، تقديم مشروعات، بالتوفيق ليكم.